سلام البنات، رمضان كريم يدخل عليكم ان شاء الله بصحه وسلامه باش ما تمنيتوش خاطركم. الوغ اليوم جيت ندير لكم الوصفه اللي طلبوني عليها الناس بزاف في الانستغرام، كنت بوستيتها دونك كنت درتها في ستوري وجاوني بزاف ديال لي ميساج المقادير وهذا. دونك بالنسبه للمقادير يعني ما كاينينش مقادير مضبوطين، انا هنا عندي شوف لوغ يعني انا سلقته مع شويه ديال الماء، وعندي البطاطا فريمون واحد مثلا واحد نص ديال البطاطا هاد الاقياس مع شوف لوغ، شوف لوغ هو اللي كتير. دونك انا سلقتهم مع الماء وخليتهم حتى بردوا، وبيان سور يتقطروا مزيان ويبردوا عاد كنخدموا بهم. دونك انا هما عندي هنايا معكتهم هي بالفوكشيت. دونك شنو غادي ندير معاهم؟ عندي هنايا واحد 4 ديال الفرماجات، عندي هنايا واحد 2 معالق كبار نتاع جبلي. عندي انا هنايا دخلت اليوم غادي ندخل معاهم سوغيمي، لان سوغيمي كيجي زوين بزاف مع الشوفله. دونك انا دخلت هنا معاهم واحد 6 ديال هكا العسيات نتاع سوغيمي، وبيان سور الملح والبزار، وبيان سور شويه ديال التحميره. اللي بغى يدير قزبر معدنوس كيبقى اختياري. دونك انا غادي نخلط هادشي كامل هنايا وغادي نماكو مزيان، وغادي نجرب باش نشوفو كيفاش نشوفو لا شابلور وكيفاش غادي نصاوبوهم. فوالا البنات، هانتوما انا البنات سوغيمي راني طحنتو في المولينكس مزيان هكا باش ما يعذبنيش ملي نكون كندير لي بولات ديالي اولا لي كاليت ديالي نتاع هذا شوف لو. دونك غادي نزيدو جبلي، غادي نزيد مليحه والبزار، غادي نزيدو هنايا تحميره، وغادي نزيد الفرماج ديالي. دونك غادي نخدموهم مزيان. فالسوغيمي فريمون غادي يعطي واحد المذاق رائع. انا مومالفاش الصراحه كنديرهم بالسوغيمي، ولكن كنت واحد الصالي كنت دقتو وكان فيه تقريبا نفس هاد المكونات. دونك داكشي اش انا باش قلت ارا ندير سوغيمي معاه فاسو غادي يجي زوين. وفريمون يعني ما كرهتش تجربوهم لان فريمون كيجيو رائعين. واللي ما بغاش يدير شوفلور، انا فيه تجربتهم ميم بالبروكولي، جاوا فنين فريمون، جاوا فنين. يعني انا هكا باش ولدي كياكل ليا شوفلور وسميتو والبروكولي، سينو راه ما ياكلوش راكم عارفين الوليدات. صافي عندها هذيك اللي كتصاوبو بها البيوري تجي ساهله، مي سينو هي بالفوكشيت راه مزيان. صافي غادي ندمجوا لينا هكا المقادير، انا غادي نكمل حتى يندمجوا لي المقادير مزيان ونتلاقاو باش غادي نديرهم في لاشابلو. دونك انا كنوجدهم كنديرهم في لاشابلو وكنقادهم في واحد البلاطو وكنديرهم في الكونجيلاتور حتى كيجمدوا مزيان، ومن بعد كناخذ ان ساشي زيب وكنديرهم فيه ديك الساعه وقتاش ما بغيت كنجبدهم. انا اليوم غادي نطيبهم في الفران، لان بزاف سولوني واش ممكن نطيبهم في الفران. دونك انا اليوم غادي نطيبهم في الفران وكنظن غادي يجيو مزيانين في الفران، لان هما دون تو لي كا ولو كنديرهم يعني في حمام زيت باش كنبغي نقليهم ما تيكونش الزيت بزاف، يعني اصلا ما كيجيوش حتى يعني ما كيجيوش نهائيا شاربين الزيت. دونك غادي نديرهم اليوم في الفران وغادي نشوفوا كيفاش غادي يجيو مع بعضياتنا ان شاء الله. دونك نتلاقاو باش نشوفوا، انا غادي نقاد نجمع باش نشوفوا لا شابلور ونقادوهم باش نديرهم ان شاء الله في المجمد. دونك فوالا حنا رجعنا. دونك انا هنايا عندي درت البيض، دونك درت معاه شويه ديال الملحه البيض هنايا. عندي هنايا كونفليكس كيف قلت لكم البارح في ستوري، دونك كونفليكس كندقدقو مزيان. دونك كونفليكس العادي ما يكونش داك اللي فيه السكر، يعني كونفليكس داك النورمال العادي هو اللي كنديرو هكا. وكيف قلت لكم انا بارفو كندير هذا وكندير معاه الشيبس، يعني كناخذ شيبس سوا شيبس حاره مثلا اللي بغيتهم يجيو حارين، اولا كندير شيبس اللي فيها هي الفرماج وكنخلطهم وكنديرهم. سينو كيف قلت بيسكو انا ما خرجتش كنديرهم بديك لا شابلور اللي كتباع في مرجان اسواق سلام ولا شي حاجه في الغايه اللي كيكون فيه داكشي نتاع الازياتيك. كاينه ديك لا شابلور الصينيه، هذيك كنديرها بوحدها حتى هي كتجي رائعه. هذيك اللي كنستعمل فريمون في غالب الاحيان، ولكن ملي ما كتوفرش وما خرجتش دونك انا عندي كونفليكس. يعني هذه دو فوا درتهم بكونفليكس فريمون كيجيو رائعين، يا كونفليكس يا الشيبس كيبقى لكم الاختيار.
خلاص لا فارين ديالنا عادي، وكناخدو البلاطو هكذا اللي غادي يدخل المجمد، درت ليه هكا بلاستيكه باش انا نستفهم هنايا، ومن بعد ندخلهم المجمد حتى يتجمدوا، ومن بعد عاد نديرهم في الساشي زيب ديالي. فوالا هادو هما المقادير ديالنا. دونك لا شابلوغ كنبداو بالطحين هو الاول، من بعد كنديروهم في البيض، ومن بعد اخر حاجه هي الكونفليكس. دونك غادي ناخد هذا ديالي، دونك عادي دونك كناخدو الكيس اللي بغينا، انا كيف قلت لكم خصهم يكونوا باردين. كنديرهم هكا في لافارين، سمحوا لينا على التصوير لان كيف قلت لكم ما كاينش ماتيريال ما عنديش هنايا. دونك فوالا درتهم في الطحين، من بعد نديرهم في البيض ديالي. فوالا بحال هكذا نهزها بحال هكذا، كيدبو لان كيكونوا خفاف، نسقطرها مزيان ونديرها في لا شابلور ديالي بحال هكذا، نديرها في الشابلور. هكا وكنبدا كنضغط عليها بحال هكذا حتى كتاخذ ليا يعني من جميع النواحي كتاخذ الكونفليكس. سواء بغيتو ديروهم هكا قريرصات صغار، سواء بغيتو ديروهم دي باطوني، المهم كيبقى لكم الاختيار. فوالا صافي، وغادي نحطهم هنا ونديرهم يتجمدوا. دونك انا غادي نكمل وغادي نديرهم يجمدوا، ونتلاقاو ان شاء الله في النتيجه النهائيه. كيف قلت لكم ما تنساوش كنديروا الطحين هو الاول، البيض عاد الشابلو هي اخر حاجه. دونك نتلاقاو من بعد باش نشوفوا النتيجه النهائيه ان شاء الله. دونك فوالا هما انا طيبتهم نيت في الفران، جاو مزيانين. دونك الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تبارطاجيوها وتابوناو لاشين، وشكرا لكم على التتبع ديالكم.